هذا مش تمسكوا ممسك على النقابة، بتخنق النقابة إذا ما قامت بتطبيق الوعود اللي هي بتحكي. وهذا شيء جدا مشين مش للنقابة تحديدا، للمكاتب الهندسية التي لا تعطي المهندس حقه سواء بالدخل أو بالحياة الكريمة للمفروض. المجلس الحالي هل يجد أي معيقات أو معوقات داخل جسم النقابة الحالي تمنع من تحقيق أهدافه والبرنامج الانتخابي وإلى آخره؟ مرحبا جميعا، مساء الخير. اليوم بصراحة أنا ما كنت مقرر أن أعمل أي فيديو، لكن بما أني أنا تصدرت شوي المشهد بأن أنا أحكي عن النقابة وعن الأشياء اللي عم بتصير في النقابة، اليوم كان في إيفنت كتير ضروري وراح حضره أتوقع عدد منيح اليوم اللي كانوا موجودين في نقابة المهندسين الأردنيين في الإيفنت اللي نظمته لجنة المهندسين الشباب واللي كان بعنوان لقاء شبابي مع النقيب. أنا متأكد 100% أنه عدد كثير كبير أو بلاش عدد كثير كبير، أنه الكل المهندسين مستحيل يحضروا هذا اللقاء اللي نزل على اليوتيوب من نقابة المهندسين الأردنيين لأنه مدته 3 ساعات. بعد ما حضرت يمكن ساعة ونص تقريبا من هذا اللقاء صراحة وقفت لعند الساعة ونص لأنه لقيت أنه شيء كثير ضروري أن أنا اليوم أطلع وأحكي عن المحاور الرئيسية، أو بلاش المحاور الرئيسية، النقاط الرئيسية ألخصها وأحكي للمهندسين إيش المحاور أو إيش الفحوى اللي طلعت من هذا اللقاء، لأنه بكرة في عنا لقاء الهيئة العامة أو اجتماع الهيئة العامة واللي راح يتحدد بأي نصاب موجود، والنقاط اللي حكت اليوم بالاجتماع تبع النقيب مع الشباب نقاط كثير مهمة ولازم كل مهندس يقدر إنه يروح على هذا الاجتماع، لازم تروح ولازم تحكي رأيك ولازم تناقش ولازم تصوت على القرارات أو على التقرير السنوي. أنا برجو من كل مهندس إنه بكرة يروح. النقاط اللي راح أحكيها هلا راح توضح ليش أنا عم بحكي لك روح. راح أفتح هلا اللقاء مع النقيب وراح تعذروني لأني ما جهزت أنا أصلاً أحكي بهذا الفيديو، لكن أنا وأنا بحضر باللقاء اللي كان مع النقيب عملت نوتس على الموبايل عشان أنا أقدر أحكي لك إيش النقاط الرئيسية اللي أنا لاحظت إنها أهم شيء. هلا على اليوتيوب في نقابة المهندسين الأردنيين، يعني أنت أدخل على هاي القناة ولازم تشترك فيها كمهندس أردني. هلا الفكرة في الموضوع إني أنا بدي أشوف كم العدد فعليا اللي مشترك على هاي القناة، وأنا فعليا أصلا ما عرفت إلا مبارح إنه هذه القناة موجودة. فدخلت على نقابة المهندسين الأردنيين فعليا أنا حضرت ساعة ونص للتوقف في هذا الموضوع. خلينا نشوف كم عدد المشتركين على قناة المهندسين نقابة المهندسين الأردنيين. فعلياً النقابة مش معطية مجال إنك أنت تقدر تشوف. anyways هلا كيف بعرف إنه أنا عدد المشتركين عددهم قليل على نقابة المهندسين الأردنيين؟ لأنه عدد الفيوز اللي قاعدة بتيجي على الفيديوز عدد جداً قليل، يعني فيديو من 3 أسابيع نازل من نقابة المهندسين الأردنيين في عليه 4 فيوز. من 3 أسابيع برضو أثر أنظمة الطاقة المتجددة على التوازن على 28 فيو. الجلسة HVAC حوارات من في التصميم في حوارات في التصميم الثاني، الجلسة الثانية 59 فيو. والملتقى الشبابي فقط 145 فيو. إحنا 150 ألف مهندس أو 160 ألف مهندس، إحنا قاعدين نحكي عن 145 فيو. anyways عشان ما أطول أكثر من هيك، إذا فتحنا هذا اللقاء أنا بالنسبة لي راح أعلق على نقاط جدا بسيطة أنا شفتها جدا مهمة. الدقيقة 39، إذا رحنا على الدقيقة 39 في هذا اللقاء راح يطلع الزميل المهندس أبو عفيفة. والزميل المهندس أبو عفيفة بصراحة أنا لاحظت إنه يمكن محتد، ما بعرف إذا هو طريقة كلامه هي هيك، لكن هو أنا لاحظت إنه محتد، وكان في هذه الدقيقة بيحكي عن إنه أي خدمة موجودة في البلد يمكن للمهندسين بحكي لك انه المهندسين المغتربين عم بيستفيدوا من خدمات النقابة سواء داخل البلد او خارج البلد. انا زلمة مغترب وانا عايش في قطر، انا بصراحة انا ما سعيت ان استفيد من خدمات النقابة وما بعرف اصلا شو هي خدمات النقابة اللي برا البلد، لكن بموضوع التدريب تحديدا انا ما لاحظت انه وجود اي اعلان في تسهيلات جدا عن المهندس. يمكن اعلان واحد انا لاحظته بالصدفة من لجنة ارتباط قطر كان عن موضوع برنامج الريفت، وكان سعر الكورس 1500 ريال اتوقع بهذا الرينج للاردني، وفي السعر اغلى شوي بشيء بسيط يمكن 2000 ريال على المهندس اللي مش اردني.
اوكي هو في خصم لكن المبلغ كبير يعتبر 1500 ريال، احنا بنحكي عن 300 دينار كانت بالنسبه لهذه الدوره، و2000 ريال يعني بالنسبه 400 دينار لهذه الدوره. انا بعتبر انه الاسعار الكورسات الموجوده في البلد مش من النقابه هي برضو بهذا الرينج، لكن مع تحفظي على استفاده المغتربين بشكل كثير كبير من خدمات النقابه. البوابه الالكترونيه اللي حكوا عنها هي يعني ما شفت انها بوابه الكترونيه فاعله، ما في لها تسويق اذا كانت فاعله، فلازم النقابه تمشي باتجاه هذا الموضوع. ما عم بنتقد لمجرد الانتقاد، لكن ان شاء الله انه للافاده. جدا ضروري في الدقيقه 45 الباشمهندس احمد سمار الزعبي صرح تصريح او تناقشوا بشكل كثير كبير موضوع الاقساط وموضوع الغرامات اللي هي الالتزام المهندس، ووضحوا انه الغرامه هي مش غرامه، هي رسم اضافي. بكل الاحوال هي بالاخر النتيجه واحده، هل هي غرامه او هي رسم اضافي، لكن المهندس بيدفعها. بيحكي لك انه ما بيقدر المجلس يلغي حتى الغرامة على الثلاث سنين الأولى لحديث التخرج، وأنا بالنسبة لي شايف أنه لازم يكون في خطوات بهذا الاتجاه ولازم تنحل. هلأ المجلس عم بيحكي أنه في خطوات إن شاء الله بهذا الحل، بالآخر وصلوا لطريق مسدود بالتشريعات ما قدروا يحلوها. أنا بالنسبة لي عم تحكوا عن دراسات راح تصير خلال أيام أو whatever، لازم تعطيني وقت معين أنت راح تنجزوا فيها، سواء السنة هاي أو السنة الجاية أو بكرة أو بعده، لكن أعطيني time frame سكيدجول انت بدك تشتغل عليه معين وجدول معين انت راح تمشي فيه لحتى تقدر انك تنجز هذه الخطوات اللي بتاخذها. هذا كان بالدقيقة 45. في الدقيقة 52 شيء جدا مهم، في الدقيقة 52 للقاء جدا مهم، مهندس احمد سمارة الزعبي: سلم الرواتب لا يليق بكرامة المهندس ونقابة المهندسين، تحمي الزملاء واي زميل يتعرض لها واي زميل يتعرض لاي ابتزاز النقابه راح توقف معه، بس انت خبر النقابه. سلم النقابه لا يليق بالمهندسين، معناته لازم تكون في خطوات باتجاه انه يتعدل سلم النقابه. وهذا اللي صار في النقطه اللي بعدها، تعديل سلم الرواتب من المهندس احمد سمار الزعبي، هاي نقطه جدا مهمه. تعديل سلم الرواتب متروك للشباب والهيئات العامة، إذا الهيئة العامة نسبت بأنه نعم تعديل سلم الرواتب في الوقت الحالي فالنقابة ستستجيب، فالموضوع عندكم. يعني عندك بكرة اجتماع الهيئة العامة، اترك في إيدك في الشعب المعماري، اترك في إيدك واحمل حالك وروح على اجتماع الهيئة العامة. إذا عدد التصويت على نعم أكبر عدد التصويت على لا، فراح يتم بناء على تعهد من النقيب في لقاء لجنة مهندسي الشباب، راح يتم الاتجاه أو راح يتم القرار بأنه بدنا نرفعه. إذا قررت الهيئة العامة بالنسبة للوضع الاقتصادي للبلد أنه لا ترفعه، فما ترفعه. أنت كمهندس شاب إذا أنت شايف أنه أنت بدك ترفع سلم الرواتب لأنك أنت مش مكفيك أو مش شايف أنه مناسب للمهندس، احمل حالك بكرة وروح على الاجتماع وصوت انه ارفعوا لي سلم الرواتب، او نسب بالتوصيات انه ارفعوا لي سلم الرواتب، او شارك برايك انه ارفعوا لي سلم الرواتب. ما عم بحكي عن الوضع الاقتصادي سواء للبلد او نقابة المهندسين او المهندس، لكن انت اذا شايف انه مش يرقى لراتب مهندس اطلع واحكي يس انا زلمه مغترب. ليش؟ لانه سلم رواتب المهندسين ما بكفي المهندس ياكل خبز في بلده، فانت احمل حالك واطلع. نقطة جدا مهمة، الدقيقة أو بعد مرور ساعة و15 دقيقة من اللقاء، المهندس أحمد سمار الزعبي بصراحة هاي النقطة ما بعرف هل هي إشي جيد أو إشي سيء، لكن هي انحكت وبتركها لكم. أنا ألتزم أمام الهيئة العامة أن البرنامج الانتخابي أصبح من الماضي. أنا هون صراحة ما بشوف أنها مناسبة للتصريح، لأنه انتغم مع الاستراتيجية الموجودة في الداخل. هون أنا شايف أنه جدا إشي منيح أنه التصريح أنه البرنامج الانتخابي تناغم مع الاستراتيجية اللي موجودة في نقابة المهندسين في الداخل، وأصبح هناك استراتيجية جديدة تشمل البرنامج الانتخابي والاستراتيجية اللي أصلا موجودة. جيد، شيء منيح، إن شاء الله أنها تفرز خطة عمل جيدة قابل للقياس قابل للتطبيق وإلى آخره. بنفس السياق النقيب صرح تصريح، النقيب ما أجاب على سؤال المهندس محمد الجدع، الزميل المهندس محمد الجدع، بأنه سأله بالنسبة للمجلس الحالي هل يجد أي معيقات أو معوقات داخل جسم النقابة الحالي تمنع من تحقيق أهدافه والبرنامج الانتخابي و إلى آخره.
بصراحة كان جواب النقيب، أتوقع أنه عام، يمكن ما قدر يعطي تصريح بوجود أو عدم وجود معوقات، لكن الجواب كان كالتالي: أنا أعتقد أن كل الأطر النقابية تسير باتجاه ما فيه مصلحة الهيئة العامة للمهندسين. أنا بحكي أنه في أشياء ما يمكن ما يقدر يصرح فيها النقيب، لكن من هذا الجواب تحديدا أنا بقدر أستشف أنه ممكن يكون في معوقات للمجلس من يقوم بكل الأعمال المنوي القيام بها. ما بعرف إذا هي كانت الأعمال باتجاه المصلحة العامة من النسبة الأكبر من وجهات النظر، أو كانت مش بالمصلحة العامة باتجاه النسبة الأكبر من وجهات النظر ممكن تبت في الموضوع، لكن أنا بعتقد أنه الجواب كان هروبا من السؤال. بالساعة و25 دقيقة تصريح، صراحة أنا بعتبره برضو تصريح خطير، ويجب أن تحل الموضوع نقابة المهندسين الأردنيين. نسبة المكاتب الملتزمة بسلم الرواتب الصادرة عن نقابة المهندسين من ما مجموعه 1150 مكتب لا يتجاوز 250 مكتب، ويعتقد نقيب المهندسين بأنه متفائل بهذا الرقم. احنا عم نحكي عن اقل من الربع، اذا احنا عم نحكي عن 250 مكتب من 1150 اقل من الربع، بما انه نقيب المهندسين متفائل بهذا الرقم فهم اقل من 250، فهم اقل من الاقل من الربع، وهذا شيء جدا مشين مش للنقابه تحديدا، للمكاتب الهندسيه التي لا تعطي المهندس حقه سواء بالدخل او بالحياه الكريمه اللي المفروض انه يكون المهندس بالشهاده اللي هو يحملها انه يعيش هذه الحياه الكريمه. لازم نقابة المهندسين تتجه باتجاه الحلول، والحلول من التجارب المحيطة في البلدان المحيطة موجودة مش بعيدة، ويمكن تطبيقها على أرض الواقع، بس يجب الاطلاع على التجارب اللي من البلدان أو من النقابات الثانية. في ساعة أو في ساعة و52 دقيقة و26 ثانية نقيب المهندسين، خلينا نتأكد بس بالضبط من الرقم، ساعة نروح 26. اي لانه كثير من الناس رتبوا حياتهم واسرهم، واذا عندهم اولاد بالجامعه رتبوا على هذا العمل، على الاقل لا يجوز. وانا نعم، في الوقت ساعه و26 دقيقه و52 ثانيه نقيب المهندسين، أنا أتحمل مسؤولية هذا التصريح كنقيب مهندسين، وأقول بأني أرى أن المهندس المتقاعد لا يجوز أن يأخذ كوتي على الأقل، وبعرف أنه راح تقوم الدنيا على هذا التصريح. بصراحة أنا يعني هذا التصريح أنا بحترم نقيب المهندسين عليه، أنه أنت وجهة نظرك أنه المتقاعد لا يجوز أو لا يجب أن يتقلد أو يأخذ كوتي، خليني أحكي، بده يشتغل في المكاتب ويأخذ راتب، أوكي يمكن هو بيحتاج إنه يأخذ هذا الراتب علشان العائلة والأسرة والناس اللي في الجامعة وإلى آخره، لكن لا يأخذ كوتي ولا يتعين على مشروع. ليش نقيب المهندسين يرى هذا الموضوع؟ لأنه يريد أن يفتح المجال للشباب من هم أقل سناً واللي ما أخذوا الفرصة لسه، لأنهم يقدروا يروحوا يتسجلوا لأنه عندهم كوتي وبيقدروا يتسجلوا على مشاريع. وهيك أنا بكون لخصت الساعة ونص باللي أنا شفته مناسب، وراح ألخص الساعة ونص التانيين، لكن هذا الفيديو كان لازم ينزل بهذا الوقت. وبدعوك مرة ثانية، إذا أنت بدك تناقش سلم الرواتب فهي انحكى هلا، النقيب صرح وهو ملزم مدام صرح على الملأ إنه إذا قامت الهيئة العامة بالتصويت على رفع سلم الرواتب فالنقابة راح تروح بهذا الاتجاه. أنا بتمنى من الشباب في الهيئات العامة إنه تحضروا هذه الاجتماعات، وإنكم أنتم تقرروا الإشي اللي أنتم بدكم إياه، وما تتركوا لا نقابة تقرر لحالها، ولا مجموعة متغولة في النقابة إنها تقرر لحالها، ولا مجموعة نشيطة في النقابة وتعمل وتخدم إنها تقرر لحالها. أنتم الهيئة العامة روحوا قرروا، عشان إذا النقابة ما استجابت لكم، هاي في عندكم فيديو مرفوع أونلاين أصلاً، هذا مش تمسكوا ممسك على النقابة، بتخنق النقابة إذا ما قامت بتطبيق الوعود اللي هي بتحكي فيها. لكن بطلب منك ومن النقابة دائما إنه حددوا وقت أو سكيدجول أو جدول زمني للقيام بالأعمال والخطط، واللي بده يتأجل يتأجل، لكن يكون متأجل بخطة مدروسة. ما بطول أكثر من هيك، ويعطيكم ألف عافية.